أن يكون السجود على الأرض الطبيعية مباشرة دون أن يكون هنالك أي حاجز أو أي سجاد بين الناصية الجلد وبين الأرض الطبيعية. لم يسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع أي سجاد على أرضية المسجد النبوي الشريف حينما كان على قيد الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أحبائنا في حلقة جديدة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم. الآن يكسر السجود في العشر الأواخر من رمضان، فهذه النصيحة رجاء بمناسبة كسرة السجود أن يكون السجود على الأرض الطبيعية مباشرة دون أن يكون هنالك أي حاجز أو أي سجاد بين الناصية الجلد وبين الأرض الطبيعية. لا يوجد أي عوازل على الإطلاق مهما كان نوعها بين جبهة الإنسان وبين الأرض الطبيعية. لم يسمح أيها العاقلون يا أولي الألباب، لم يسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع أي سجاد على أرضية المسجد النبوي الشريف حينما كان على قيد الحياة. كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا يسجدون على الأرض الطبيعية داخل المسجد النبوي الشريف، وكان السجود على الأرض الطبيعية، فكان صلى الله عليه وسلم له وللصحابة الكرام كان يوجد البقعة السوداء تسمى غرة الصلاة. غرة الصلاة طبعا حاليا بعض السلفيين والإخوان بيصنع صناعة، يعني نحن نريدها أن تكون طبيعية. طبيعية لا تصبح طبيعية إلا إذا كان السجود على الأرض الطبيعية مباشرة بدون أي شيء بين الجبهة، بين الناصية وبين الأرض الطبيعية، ليس الطوابق العليا وليس على سجادة أو أي وسيلة أخرى موجودة على الإطلاق. لذلك هذه الآية الكريمة بصورة الفتح، الآية الأخيرة، محمد رسول الله والذين معه، رضي الله عنهم جميعا، محمد رسول الله والذين معه، تراه إلى أن قال تراهم ركعا سجدا. قلنا نحن في العشر الأواخر حاليا معظم الناس من فضل من الله الركع السجود. إذن محمد رسول الله والذين معه، إلى أن يقول تراهم ركعا سجدا، ثم يقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صورة الفتح الآية الأخيرة. طبعا أستاذ مهندسي الكهرباء ومهندسي الإلكترون حتى المدارس الثانوية الفرع العلمي يعلمون ما هو التأريض. التأريض نسبة إلى الأرض، يعني اتصال الشيء بالأرض الطبيعية من أجل تفريغ الشحنات السالبة بالأرض مباشرة. طبعا أستاد الفيزيائيين يعرفون أن السعة الكهربائية للأرض أقل من 1 فاراد، لأن الفاراد هو حجم ضخم جدا. فالتأريض، ما هو التأريض؟ هو اتصال جلد الإنسان بسطح الأرض الطبيعية مباشرة دون أي حواجز أو أي شيء موجود بين الجبهة وبين الأرض الطبيعية، ولو كان السجود داخل حديقة أو على الرمل أو على أرض نظيفة. طبعا من أجل تفريغ الإلكترونات في الأرض، خاصة من الناصية، مركز التفكير، ناصية كاذبة خاطئة. فالخطأ والصواب ينتج من الناصية، مركز التفكير. فحينما نضعه على الأرض يجب تفريغ الشحنات. إذا وضعنا أي عازل مثل السجاد، الصلاة صحيحة لكن لم نستفد. يعني فرضا، طبعا ولله المثل الأعلى، إنسان جائع أكل بوب كورن أو الفوشار، هو عمليا شبع لكن ما في فيتامينات. فلنجعل صلاتنا فيتامينات، طاقة حيوية واستفادة صحية وطبية، بدل أن نؤدي فقط فرض الصلاة. إذن
خاصة من الناصية تفريغ الإلكترونات التي هي مركز التفكير في الدماغ، قلنا ناصية كاذبة خاطئة. فمركز التفكير يأتي بالناصية، وحينما يفكر الإنسان نجد أنه يضع يده على جبينه وهذه المنطقة تصبح حارة نسبيا. إذن رجاء حاولوا السجود على الأرض الطبيعية، وهذه هي الفوائد الطبية الفوائد الصحية. طبعا ما عدا ثواب الصلاة، نحن متفقين على الثواب، نتكلم نعطي جانب آخر إضافي صحي إلى العبادة الأساسية في الإسلام. يساعد تحييد الجذور الحرة على تقليل الالتهابات، تفريغ الشحنات وتوازن الجذور الحرة الشاردة يخفف الالتهابات بالجسم، السجود على الأرض الطبيعية. ثانيا تحسين النوم، يحسن لك طبيعة النوم، تنام بهدوء. ثالثا انخفاض ضغط الدم مع السادة الذين عندهم ضغط دم مرتفع، تعزيز وظيفة المناعة داخل الجسم، زيادة الطاقة والحيوية في الجسم، تقليل آلام العضلات خاصة بعد التمارين الرياضية، تحسين الحالات الصحية المزمنة، مثل يعني بعض الأشخاص عندهم شحنات كهربائية عالية في الدماغ، طبعا شافاهم الله، نسميها نوبة الصرع. هؤلاء عليهم السجود بشكل مستمر على الأرض الطبيعية مباشرة. إذن سبعة أشياء يساعد على تحييد الجذور الحرة ويخفف الالتهابات: يحسن النوم، يحسن ضغط الدم، يقوي المناعة، يزيد الطاقة والحيوية في الجسم، يقلل آلام العضلات، ويحسن الحالات الصحية المزمنة التي هي الشحنات الكهربائية. أيها العاقلون يا أولي الألباب، التيمم بكل معنى الكلمة فيزيائيا وعلميا هو عملية تأريض، يعني اتصال الجلد بالأرض. التأريض حسب التعريف الفيزيائي عند السادة مهندسي الكهرباء. فالتيمم الذي هو بديل عن الوضوء بكل ما يعني الوضوء من أهمية، التيمم تماما يحل مكان الوضوء في حال عدم وجود الماء. فالتيمم يعني المعنى اللغوي تيمم بمعنى قصد، من هنا جاءت كلمة التيمم. آمين البيت، فتيمموا صعيدا طيبا، أرض مرتفعة لكي تكون نظيفة. من هنا أخذوا كلمة فتيمموا وسموه التيمم، يعني التوجه نحو أرض مرتفعة. التيمم هو اتصال الجلد بالأرض الطبيعية مباشرة. قال تعالى في آيتين: فلم تجدوا ماء، من أجل الغسل أو من أجل الوضوء، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. بصورة النساء تقف الآية عند كلمة أيديكم، بصورة المائدة أضاف كلمة منه، ذات الآية تماما، لكن بصورة المائدة يوجد كلمة منه. إذن التيمم هو عملية تأريض مباشرة، ففي حال وجود الماء اجعل عملية التأريض مباشرة على الأرض الطبيعية. هذه نصيحة طبية فيها الكثير من الفوائد. يعني الإنسان يعني يؤدي الصلاة المقامة ويؤديها، يا أخي بدل ما تحط عوازل كهربائية من سجاد وغيره، اسجد على الأرض الطبيعية فقط لكي تحصل على هذه المكاسب الصحية، إضافة إلى مكاسب ثواب الصلاة المقامة. هذه نصيحة لكم بالعشر الأواخر وعلى طوال العام. قدمنا لكم هاتين النصيحتين، والنصيحة في الحلقة السابقة قلنا لكم قدموا طلب ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. تقبل الله صيامكم وقيامكم، وإن شاء الله ليلة قدر مباركة عليكم جميعا. كل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.